لا تحتقرون الصدقة. الصدقة تصدق الإيمان، الصدقة تصدق ودك لأخيك ورحمتك بأخيك المحتاج. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مكروبة نفس الله عن مكروبة بها من كروب الدنيا. الصدقة يبارك فيها المال، والصدقة تحفظ بها الصحة والنعم، نعمة الحواس السمع والبصر والجوارح واللسان. والصدقة يصلح بها القلب، والصدقة قوة في البدن على طاعة الله، والصدقة إحسان والله تعالى يحب المحسنين، والصدقة سترة من النار، كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة الصدقة الصدقة، وله شرط أن واحد يجيب كيس ولا يجيب 1000 ريال ولا كذا، صدق بريال. والله 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 إن الدولة بارك الله فيها وحفظها أحسنت إليكم في هذا الزمن إحسان ما مر في التاريخ، من راعي لرعيته بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، جعلت منصة للإحسان للصدقة، تكتب فيها 1 ريال يسحب من حسابك، 1 ريال فقط، تبيه للمعسرين للمعسرين، تبيه لسقي الماء لسقي الماء، تبيه وجوه الخير الأخرى يكون فيها، هم يتكفلون لك ذلك. والعلماء الفقهاء فقهاء الملة أفتوا متفقين على أنك إذا دفعت زكاتك الفريضة لولي الأمر برئت منها ذمتك وتحقق المقصود ولو قلد بها الخنازير. كيف بالصدقة البسيطة؟ اجعل لك كل ليلة صدقة وانسى بريال فقط، وش المعنى؟ الله ما تدري عنها أمك ولا أبوك ولا زوجتك ولا ولدك ولا أحد، سر انفق ريال اليوم، خلى الملك اللي ينزل يقول اللهم أن أعطي منفقا خلفا، كل يوم يخلف الله عليك، كل يوم يفتح الله لك باب رزق. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله يبتلي أهل البيت بالسائل ليس من الجن ولا من الإنس، من إيه؟ من الملائكة. قد يجيك ملك بصورة كذا، صورة سائل، يبتليك الله هل تعطي ولا ما تعطي، لكن تغفل عن الصدقة، تنتظر رمضان تدري تعيش رمضان ولا لا، تصدق تصدق يسير، فابذلوا يا إخواني، تصدقوا تصدقوا ما دام مالكم لكم، ترى يجي وقت ما يصير المال لكم، يجي وقت ما تقدرون تصدقون لو ودكم، يجي وقت كذا كذا، الدنيا فيها تقلبات، أعوذ بالله من تقلبات يا بالسوء، لكن الصدقة لا تنسونا لا تنسونا لا تنسوها.